بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم باستعراض القائمة أو قائمة بالجامعات التي تعطي منح في مجال الجيولوجيا أو الجيولوجي. علوم الجيولوجيا أو ما شابه. فكما شرحنا سابقا جميع التخصصات اللي عندنا قوائم بالجامعات التي تعطي منح في جميع التخصصات من الطب والهندسة وعلوم الكمبيوتر والتحكم والتجارة والاقتصاد والقانون والإعلام، وكذلك العلوم السياسية، وكذلك إدارة الأعمال. هنا في هذا الفيديو سأشرح الليست الخاص بالجامعات التي تعطي منح في مجال الجيولوجيا. كذلك قمنا بشرح في فيديوهات سابقة الخطوات اللازمة أو التي يجب عليك القيام بها قبل التقديم، أو كذلك الحصول على رسالة قبول، وكذلك التواصل مع المشرفين، وكيف تبحث عن المشرفين أو إيميلاتهم، وكيف تقوم بمراسلتهم، وكيف تكتب الرسالة للحصول على اكسبتنس لا تأجيل رسالة القبول. في هذا الفيديو لست في الجامعات التي تعطي منح في الجيولوجيا، هنا مرتبة على الجامعات التي تعطي منح أكثر منها. جامعة نانجين يونيفرسيتي، وهذا الرقم الأجنسي نمبر. شاهد الفيديو السابق ماذا يعني الأجنسي نمبر الذي سوف تقدم فيه على منح السي اس سي، وستظهر لك مطلوبة في التقديم في السي اس سي. هنا تظهر ستدخل اسم الجامعة في البحث. شاهد الفيديو السابق كيف تبحث عن المشرفين وتبحث عن الجامعة وتدخل الستاف حق الكادر التعليمي وتحصل على المشرفين وتقوم برسالتهم. شاهد الفيديو السابق حتى تستطيع الحصول على ايميلات المشرفين وتحصل على رسالة قبول. هنا حوالي 16 جامعة تعطي منح في هذا المجال، وهنا يمكن أكثر من جامعات أخرى، بس هذه الجامعات من السي اس سي التي تعطي منح في هذا المجال. إذا أردت هذا الملف اكتب ايميلك في تعليق واشترك في القناة، وسوف أقوم بإرسال الملف هذا لك بقية الملفات الخاصة بالمنح. ما عليك إلا الاشتراك وشاهد بقية الفيديوهات لتستطيع التقديم على منحة والحصول على منحة بدون سك. شكرا لكم على المتابعة، ويرجى الاشتراك والدعم للقناة ومشاركة الفيديو لتصل لأكثر المستفيدين. والسلام عليكم ورحمة الله.